مرحب فيكم من جديد، وبنرجع معاكم مع فقرات دنيا دنيا بعد ما شفنا الرياضة والنشاط والصحة مع أيمن، ومن بعدها مع الأبراج مع عبود، وعرفتوا شو حصكم لليوم. هلأ بنوصل للتغذية مع فقرة التغذية وروبا مشربش. أهلا وسهلا أهلا فيكي، مايس، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. اليوم كثير شايفين خضرة في ألوان فواكه وألوان مختلفة، فاليوم موضوعنا زي ما قلتي لي رح نحكي عن الألوان وعلاقتها ب يعني أهميتها الغذائية. إذا بدنا الفائدة الغذائية. الفائدة الغذائية. أوكي، نبلش. هلا في عنا كتير ألوان بالأكل، خاصة إحنا دائما بنحكي إحنا كأخصائيين تغذية، ودائما بندعو إنه إحنا خضرة وفواكه، لأنه إحنا شعب قليل ما بناكل خضرة وفواكه، أو كتير بتسمعي بالبيت إنه أهالي دائما بتخرب الأكل، يعني الفاكهة بتخرب دائما عندنا بالثلاجة، لأنه ما بتتاكل. لأنه ما بتتاكل، بقول لك بتعاجز كيف بدي أطولها. ودائما بيحكوا إنه كمان بالأردن عندنا معدل أو مستوى الأمراض الموجود كتير عالي، يعني عندنا سكري، ضغط، أمراض العصر والسمنة عم بيصير أعدادها بشكل كتير بالإضافة كبير. لأنه المناعة كمان عنا مش كتير قوية، على طول هيك خصوصا بالشتاء بنمرض كتير، بنصاب بكتير فيروسات، وهي أكيد لها علاقة بالأكل. صح، فإحنا دائما بنحكي خير علاج أو الوقاية هي أفضل من العلاج. فالوقاية بتكون بالتغذية السليمة. إحنا دائما بنحكي على التغذية، هلا اليوم رح نحكي عن التغذية من منطلق تاني. إحنا دائما سامعين فيتامينز، مينرالز، معادن وفيتامينات، وسامعين فيتامين سي، فيتامين دي، بس في عنا صبغات طبيعية موجودة بالأكل، وهاي الألوان إذا نحكي هي صبغات اللي بتعطي لون لهذا الأكل. هلا انها هي بتعطي لون للاكل لانه بتجذب الحيوانات، يعني بتلاقي الحيوانات بتجذب لها انها تاكل هاي الفواكه وهاي الخضره. لما تاكلها البذور بتفردها، فبالتالي هذا اللي هو اساس الطبيعه اللي عم بيصير، عمليه كيف انه عم تنتقل هاي الخضره وكيف تتكاثر. بس انه كثير مهم انه نربطها كمان بالتغذيه، هاي الصبغات مش بس تعطينا لون، لها فوائد. فوائد، صح. فاليوم انا جايبه تقريبا الوان قوس قزح، عندنا احمر، اخضر، عندنا اللون الازرق، الابيض، الاصفر، والبرتقالي وبنفسجي. بنفسجي هون الازرق هو من معه البنفسجي ومشتقاته. فرح نحكي على كل لون موجود بهاي الاغذيه وشو المواد الغذائيه وشو فوائده وشو اهميته. اكيد. طيب من وين نبلش؟ زي ما بدك انت. ايش حابه؟ الاحمر. احلى لون الاحمر. هلا الاحمر خاصه في البندوره، في عنا إذا بتلاحظي كمان لونين أحمر، في أحمر هون وأحمر بالتفاح. أحمر تفاح، صح. هم عبارة عن مادتين غذائية أو نوعين من الصبغات. هلا في عنا الأحمر بالبندورة، برضو هذا الأحمر الموجود بالبطيخ، الموجود بالجريب فروت الأحمر. إذا بتطلع على الكرت مكتوب عليه من قدام مادة اللايكوبين. لايكوبين. أوكي. هي عبارة عن نوع من الكاروتينويدز، صبغة بتعطي اللون الأحمر، مش بس بتعطي لون أحمر، وجدت الدراسات إنه إلها دور كتير كبير بالتغذية. يعني وجدوا إنه مادة اللايكوبين في دراسات إنها ممكن تقلل من أنواع من السرطانات، زي عنا سرطان الثدي والبروستات، وهي مواد مضادة للأكسدة. كتير بنسمع بالتغذية إحنا مواد مضادة للأكسدة، شو يعني مواد مضادة للأكسدة؟ يعني بنقدر نلخصها بمعنى قريب من فهمنا، لأنه عادة مصطلحات طبية ما بنقدر نفهمها، انه بتساعدك انه زي كأنه بتقوي جهازك المناعي، وبتساعدك انه تحمي جسمك من المواد الضارة اللي بتكون في الجسم. فبالتالي احنا ممكن نحمي من امراض كثيرة زي سرطان وامراض قلب وغيرها. فهي مادة اللايكوبين اللي هي مسؤولة عن اللون الاحمر، موجودة بالبندورة زي ما حكيت، بالبطيخ، موجود كمان في عندنا بالجريب فروت الاحمر، وبرضه بتلاقيها بالكاتشب ورب البندورة. بالعكس بيكون تركيز اللايكوبين اكثر، والله يعني مع انه هي يعني بدخل عليها شوي مواد مصطنعه الكاتشب، ما بنحسه انه كثير طبيعي. هلا هي الماده، معظم الفيتامينات بتتاثر بالحراره، واكثر نوع من الفيتامينات اللي بتتاثر بالحراره عندنا الثايامين اللي هو فيتامين بي 1 مسؤول لانتاج الطاقه، وعندنا فيتامين كمان فيتامين سي كثير بتاثر بالحراره، يعني عاده للاكسجين وهيك والتعرض للحراره بتاثر. اللايكوبين لا، بقول لك حتى تركيزه بيكون اكثر برب البندورة والكاتشب. فكتير منشجع أنه نتناول اللايكوبين لحماية من أمراض، كمان نسبة السرطان إحنا بالأردن كتير كبيرة. صح. يعني اللي إحنا بنقدر نعمله لإنا، نعمله لأولادنا. دائما إحنا بس مندور على طرق العلاج أو كذا، أوكي عم بطلع أمراض بدنا طرق علاج، بس برضو بنقدر نحمي من هاي الأمراض، بنقدر نعمل دورنا إحنا إنه نقدر نحميهم ونشجعهم يأكلوا خضرة وفواكه. يعني ربما مثلا نقدر نحكي إنه إحنا بننصح إنه مثلا اللايكوبين أو مادة اللايكوبين ناكلها كل يوم، سواء من بطيخ، من بندورة، كل يوم ننوع
اوكي النوع. يعني اذا ما اخذنا اليوم هلا اركز على شغله، هلا ما في عندنا احنا احتياجات يوميه، يعني بتلاحظي فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين دي، فيتامين بي، في شيء اسمه احتياجات يوميه، انت قديش لازم تاخذي باليوم عشان ما يصير عندك نقص، عشان ما تتعرضي لاي من المشاكل الصحيه. هلا هدول هلا ما في لهم احتياجات يوميه، ولكن احنا اصلا احنا لما نحكي لازم تاكلوا 5 حصص من الخضروات باليوم، او ناكل من 2 لـ3 من الفواكه باليوم، هذا بدخل فيه الفيتامينات، كل الفيتامينات وبدخل هاي المواد الضرورية. طيب ننتقل للأخضر. الأخضر تذكري بالمدرسة عملية البناء الضوئي؟ طبعا اكيد سامعة بالكلوروفيل. مش بتذكر طبعا بتذكر الكلوروفيل. مش عارفة ليش كل طلاب العلوم متذكرين هالكلوروفيل. هلا الكلوروفيل هو نوع كمان من الصبغات بيعطي اللون الأخضر للنباتات. اوكي، فموجود بالخس، موجود بالسبانخ، موجود بكثير من الخضرة، هي بتعطي حتى الورق، العروق، كله بتعطي اللون كثير معبى أخضر. اللون الأخضر. احنا بنشجع انه نتناول الخضروات الورقية، وخاصة فيها نسبة ألياف عالية، فيها نسبة فوليك أسيد عالي، فإذا أنت كمان بتدخل اللون الأخضر بغذائك اليومي، هذا بدل أنه أنت عم تاخدي فيتامينات تانية ومواد. هذا الكلوروفيل دوره بالنبات وبيساعد على إنتاج الطاقة، بناخذ احنا صح. اشعه الشمس مع هذا بصير عندنا انتاج للطاقه، بيعطي لون، ولكن احنا لما ما له فائده تذكر يعني معينه لجسمنا، ولكن هي لما ناكل احنا الاكل اللون اخضر، ايش عندنا اخضر؟ سبانخ، بقله، جرجير، خس، جرجير، ملوخيه، كل هاي الخضروات كثير في اخضر عندنا بهذا، برضه لها دخل. هلا في بعض الخضروات الورقيه او الشيء اللي لونه اخضر ماده اسمها زيزانثن. اوكي، وبرضه هاي تعتبر ماده مضاده للاكسده، مضاده للاكسده برجع صح. بحكي انها بتحمي من كثير من الامراض. اوكي، طب بتعرفي هيك عم بطلع على البقدونس، دائما بسمع امي بتضلها تقول كلوا بقدونس، كثير مفيد البقدونس، وكثير هيك بنسمع اطباء بيركزوا على البقدونس بشكل خاص، يعني كله مهم، بس اهم شيء بيحكوا انه البقدونس، ايش فائده البقدونس بالتحديد؟ هلا كلهم الخضروات الورقيه احنا بنركز على انه احنا عم ناخذ نسبه الياف عاليه، احنا عم ناخذ بوتاسيوم، بوتاسيوم كمان بيحمي من كثير من الامراض، او بيساعد مرضى اللي عندهم ارتفاع بضغط الدم وامراض القلب وغيرها. غير عنا عنا بعض الفيتامينز الموجودة زي الفوليك أسيد الضروري للسيدة الحامل خلال الشهور الأولى من الحمل، لأنه الفوليك أسيد ضروري لتكوين النخاع الشوكي، فإذا ما كان عندها نقص بيصير في عنا مشكلة بالنخاع الشوكي، تشوه بيصير عنا موجود، مرض اسمه سباينا بيفيدا، تشوه، بتلاقي النخاع الشوكي طالع من هو مفروض جوا العمود الفقري يكون، تلاقيه طالع برا. اوكي لطيف. فيعني مشكلات صحية احنا الحمد لله، هاي المشاكل الكتيرة من ناتجة من نقص الفيتامينات ما عم نلاقيها بنسبة عالية بالأردن، لأنه في وقاية، معظم الدكاترة بيعطوا فوليك أسيد بأول 3 أشهر من الحمل، بس عندنا الأمراض الأخطر، ضغط وقلب وكلها اللي بتؤدي لنسبة عالية من الوفاة. طيب هلا ننتقل للون الأصفر. هذا عنا. أصفر هذا أبيض، أبيض نقدر نعتبره. هلا عندنا هذا أبيض، في عندنا مادة اسمها الأنثوزانثنز. أوكي، هاي بتعطي اللون الأبيض للثوم، للبصل، موجودة بالموز، موجودة بالبطاطا. البطاطا عندنا نوعين من البطاطا، بطاطا حلوة وبطاطا بيضاء. احنا عم نحكي على البطاطا العادية، لهذا البطاطا الحلوة اللي بتختلف عنها، البطاطا بتدخل لمجموعة تانية فيها مادة تانية. اوكي، هلا هاي المواد كتير بنسمع عن دراسات انعملت ما بين علاقة الثوم، طبعا هاي بتعطي زي ما حكيت اللون الابيض تقريبا، جاي شوي على الاصفر، بس هي بس نقشرها بيكون لونها ابيض، يعني البطاطا او الموز طبعا من يعني بيضاء. تقريبا اذا نحكي ابيض بتميل للبياض. هلا كتير انعملت دراسات على علاقة التناول الثوم والبصل بالتقليل من انواع السرطانات، في عندنا سرطان المعدة مثلا عملت عليه دراسات، وبرضو عندنا الموز فيهم هدول كمان نسبة بوتاسيوم عالية، ودائما بنحكي احنا لمرضى ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب يركزوا على تناول البوتاسيوم، لانه بيساعد على تنظيم ارتفاع ضغط الدم او ما يكون عندنا مرتفع مع حمية مناسبة طبعا. فنقدر نلخص انه ممكن يحمي من بعض انواع السرطانات زي سرطان المعدة، مفيد لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم. صح. الموز بسمع ناس بيقولوا انه بنصح، بخافوا منه ممكن انه ينصح، بتعرفي هيك لانه لما ناكله الموزه بتشبع غير عن الفواكه الثانيه او الخضره الثانيه، فايش رايك؟ هلا هو في شويه سعرات زياده عن الباقي، يعني الموزه المتوسطه فيها تقريبا 105 سعره حراريه، ولكن هذا بيعني انه ما بيعني انه ما تتناوليه. لا، بدنا نتناوله
ضمن الغذاء المعتدل. يعني إذا أنت بتاكلي كل يوم 3-4 حبات من الفواكه يوميا، مش غلط يكون منها الموز لمريض سكري، لمريض ارتفاع ضغط. يعني مش ضروري كل يوم، ما بيقلتي إذا بنخاف، يعني بخافوا من الموز بس ما بيخافوا من الشوكولاتة، اللي هو مرات لوح شوكولاتة بيعطيك 500 أكيد أضعاف. بس مع أن الموز كتير مفيد، كتير مفيد طبعا. كمان خصوصا اللي بيلعبوا رياضة كمان. يمكن كمان ممكن يساعد كمان الأشخاص لأنه في عنا المعادن زي البوتاسيوم، مفيد للعضلات. كمان البوتاسيوم بيفيد الأشخاص اللي عندهم إسهال. أوكي طيب يلا ننتقل لبعده. آخر مجموعة في عنا اللون الأصفر الأحمر، مش الأحمر، البردقاني والأصفر، وهي الألوان. عنا مادة اسمها الكاروتينز، كتير مشهورة. صح. من أشهرها في عنا مادة اسمها البيتا كاروتين. بيتا كاروتين هو عبارة عن فيتامين A الموجود في المصادر النباتية. أو فيتامين A ضروري لإيش؟ للعينين، ضروري للجلد ونضارة البشرة، ضروري للجهاز التكاثري لتكوين الحيوانات المنوية. وفكتير مناسب عندنا فيتامين A، وفيتامين A وجدوا انه ممكن يحمي من كثير من الامراض، وخاصه امراض الضغط وارتفاع ضغط الدم. يعني احنا هون شايفين جزر، جاص، فلفل مانجو. وفي كمان ماده اسمها لوتين. اللوتين كمان ماده بتعطي هي لون اصفر، وبرضه كمان ممكن تعطي لون اخضر، يعني موجوده بالسبانخ كمان بتعطي لونين. فهي بشكل عام زي ما شايفين احنا قوس قزح من الالوان هون. صح. خلي اكلك زي مليء بالالوان، كل ما عبيت الوان كل ما اخذت فوائد. كل ما عبيت الوان كل ما اخذت فوائد من عده انواع من الخضره، لاحظتي فائده هون غير عن هون غير عن هون. صح، يعني كله مهم وكله بالنهايه بنحتاجه، يعني حتى لو احنا مش مصابين بامراض، يعني هيك ان شاء الله الكل يبعد عنه الامراض، بس زي ما قلتي هي الوقايه دائما لازم ناخذ هاي الاشياء طبعا. طيب يعني انت زي ما قلتي ربا انه احنا بدنا نركز عليه، انه مش في شيء معين نركز عليه اكثر من الثاني. يعني مثلا احنا مرات بنسمع انه في نساء مثلا بتقول لك انا بدي اهتم ببشرتي، بتضلها تاكل جزر، بس بتاكل جزر مثلا. لا طبعا، مش بهاي الطريقه. او مثلا بقول لك الجزر مفيد للعينين، اوكي عشان فيتامين A، بس فيتامين A موجود باشياء ثانيه، موجود بالمانجا، موجود بانواع، يعني البيتا كاروتين موجود بكثير، حتى الفيتامين A موجود بالمصادر الحيوانيه. يعني هو الفيتامين A هو اللي منيح لل هلا هو احنا في عندنا مصدرين لفيتامين A، مصدر حيواني ومصدر نباتي. مصدر حيواني اللي هو موجود بحليب، موجود باللحوم، في عندنا فيتامين A. مصدر نباتي احنا بناخده على شكل مادة الكاروتين اللي بتتحول بالجسم لفيتامين A. وحكينا لا بدك تهتمي ببشرتك، كثير ناس بيقولوا لي بشرتي، بقول لهم قبل ما تجربوا كريمات حسنوا الاكل اللي جوا، لانه اذا انت اكلك غلط اكيد بشرتك رح تتاثر. اوكي ربا، انا بدي اشكرك، شكرا لك، كثير استمتعت معك اليوم، كثير انا بحب هاي المواضيع دائما. شكرا لك ربا. هلا بدنا نروح على فاصل، بس راجعين معك، مين رح يكون معك؟ رح يكون معي اعضاء ورئيسه جمعيه التغذيه الاردنيه. بدنا نناقش مشكله اخصائيات التغذيه في الاردن. انت رح تكون معك معاهم بفقرتك الصحيه. يلا موفقه. شكرا ربا. بنروح على فاصل، زي ما قلنا لكم راجعين مع ربا، خليكم معنا.